انا مش عارفه لولا وقفتك جنبي دي انا كنت هعمل ايه. وعلى فكره حماس اللي انت شايفه عندي ده انا سرقاه منك. كمان احنا جيران وعشره وانت عارفه انا بعزك قد ايه. يا ود احنا اخوات. ود؟ ايوه طبعا واكتر كمان. يلا تعالى احكي لي بقى وفهمني. يلا تعالى كمان ادخلي. والله المكتب بينور لما بتدخلي. ما قلتليش يا عادل. اقول لك قولي عايزه ايه. انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ يعني عمري ما شفتك مع واحده صاحبتك. انت عمرك ما حبيت؟ لا حبيت بس اللي كنت بحبها يعني بتحب واحد تاني. يا عيني معلش. ما مش مشكله. تشربي ايه؟ اقعدي اقعدي اقعدي. تشربي ايه؟ تشربي ايه؟ اشرب شاي اخضر. شاي اخضر؟ الو واحد شاي اخضر هنا في مكتبي بسرعه. بس اشمعنى بقى شاي اخضر؟ انا عارفه بيقول لك انه مفيد. هو مين اللي بيقول لي؟ انا عارفه ما هو ده اللي جاب البلد ورا بيقول لك. ماشي. وبعدين انت كنت عايزاني اتجوز ازاي؟ انا من شهر بس ما كنتش لاقي شغل ومرمي في الشارع. كنت اصرف عليها منين؟ ايوه صحيح والله نسيتني. انت كنت حالتك نيله. هو كان باين علينا قوي كده. طب دلوقتي النقله ايه؟ لا احسن تمام. ماشي بس انت غلبان وطيب. بس تحس كده ان الطيب كده ملوش مكان صح؟ عندك حق. اسالني انا. ابويا عاش عمره كله بيحب الناس وبيخاف عليهم. محدش خاف عليه ولا رحمه. مفيش حد زي عم عبد العزيز. كنت بتحبه؟ كنت بحب اقعد معاه واسهر معاه ويحكي لي حاجات كده. طب احكي لي كان بيقول لك ايه؟ عايز اعرف. هو كان على طول عمره ما الضحكه دخلت وش، على طول كان بيشتكي صراحه. لا اه والله كان على طول بيشتكي. تقولش كده. اقول لي غير كده. والله كان على طول بيشتكي. بيشتكي مننا؟ لا يعني مش بالظبط كده بس هو من الدنيا زي ما انت بتقول كده. ما حدش رحمه وهو كان بيكتم في نفسه كتير كده يعني. كان متعذب ومحدش فينا حاسس بيه. بس كنت بحبه انا. اقول لك مره قال لي قال لي هذا عادل انت لازم تعمل فلوس كتير قوي. ما ينفعش تقعد من غير شغل ابدا لان الفلوس دي هي اللي هتخليك تختار اللي انت عايزه من غير ما اي حد يجبرك على اي حاجه. اقول لك حاجه عليه كمان. كان بيحب الشعر. كان حافظ ابيات شعر كتير قوي. هو طول عمره بيحب القرايه. اه ده حقيقة. أنا ممكن أقول لك على سر بس ما تقولوش لإخواتك البنات؟ أيوة طبعًا. بجد؟ قول. أبوكي مرة اشتغل كومبارس في السينما. لا. إيه الفرحة اللي أنت فيها دي؟ ما لو كنت قلت لك اشتغل بطل كنت عملت إيه؟ إيه يا عم مش أبويا؟ آه أبوكي. ماشي. أحكي لك بقى موضوع الكومبارس ده جه إزاي؟ أقول لك يا ست. هو عنده 20 سنة كان في سينما عندكم جنب البيت كده. لا مش انت كنت لسه اتولدتي متهيألي صغيرة مش عارف يعني. هو حكى لي قال لي كان عندي 20 سنة وكان في سينما. ايوه كنت لسه ما اتولدتش انا. 20 سنة ايه؟ اه ماشي يلا. ما انا هحكي لك تسمعيني ما تقاطعنيش انا يعني. بس ماشي. فلو هو كان بقى عنده 20 سنة كان في سينما جنب البيت. السينما دي كان كل يوم اتنين بيغيروا فيلم. فهو كان لازم كل يوم اتنين يقعد يحضر الفيلم يغيروا الفيلم اللي بعده ويقعد يحضره برضه. فالظاهر ان الراجل موضوع السينما ده سخن في دماغه كده. فراح نازل واخد بعضه وراح على استوديو مصر قال لك اتفرج بقى اشوف الافلام دي بتعمل ازاي. فهو واقف كده عارفه انت المجاميع اللي هي بتبقى في اللي بيعدي ويمر. فحد شافه كده فقال له تعالى حاج تعالى عدلنا من هنا. فقال له عدي ازاي يعني؟ قال له حد يعني كده رايح جاي. قال له طب عايز اتكلم. قال له تتكلم ايه هو هتعدي رايح جاي بس. ها قال له تمام. المهم قعد يروح رايح جاي. انت بتعيطي ليه؟ انا بحكي لك حاجه حلوه. طب خلاص مش هحكي. طب ما وحشنا كلنا. خليني بقى اكمل لك. طيب انا الموضوع هيضحكك مش هخليك تعيطي. المهم بقى شوف ابوك عمل ايه. خلاص بقى كمل يا بقى. ما تكمل يا عم. ماشي. خرج بقى من الشوت اللي هو عمله ده. شاف نفسه بقى ان هو بطل الابطال وخرج لاصحابه كله بيقول له انا بطل سينما وهبقى رقم واحد وهكسر الدق. يا عم في ايه اصحابه يهدوه يا عم انت عديت من قدام الكاميرا وقعدوا يستنوا الفيلم يشوفوه. شالوا المشهد بتاعه اساسا من الفيلم. بس هو كان متخيل يعني ان هو هيبقى بطل كبير. وبعد كده نسي الحلم ده زي ما نسي حاجات كتير في حياته.
الله يرحمه. واضح انه كان بيحبك قوي عشان يحكي لك كل ده. وانا كمان والله كنت بحبه جدا. انت عارفة ان انت طيبة زيه بالظبط. وكمان جايبهم لي هنا. امال يعني اوديهم فين ياما؟ ابيتهم في الشارع. واحنا مالنا؟ يعني احنا مالنا؟ انت مش عمتهم برضو؟ الشقة ضيقة. ضيقة؟ شيخ حرام عليكي، ده انت الأوضة عندك تعمل شقتين وتلاتة. وبعدين ما ينفعش يقعدوا وانت موجود، أنا ما احطش الزفت جنب الزفتين. زفت؟ يا ست الزفت هيبقى يتنيل يبات بره. ليه؟ ما احنا كويسين كده. يا سيدة، يا سيدة حرام عليكي، الناس هتاكل وشك يا سيدة، تقولي للناس إيه؟ أنا كمان ما احبش شقتي تتكركب، أنا بنظف وبمسح وبغسل كل يوم، وهم ما عارفين محدش هلمهم. يا ست أي فرصة هيقعدوا معاكي وانت بتعلميهم. يا سلام، طب مين بقى إن شاء الله هيأكلهم ويشربهم؟ هم هيجيبوا أكلهم وهيجيبوا شربهم وطفحهم كمان. بقول لك إيه؟ لو كان لازم ولابد بقى يقعدوا هنا يبقوا هم يدفعوا في المصروف وأنا أمسك مصروف البيت. يا ساتر، أنا شفت كتير وقليل، ما شفت زيك أبداً ياما. هقول لهم. أما نشوف. تلاقيها عايزاه يعد البلاط بلاطه بلاطه احسن تنقص واحده ولا حاجه. لا دي تلاقيها هتحط بقى ايه اسلاك شقيقة على التلاجه كلها عشان محدش يقرب منها. لا دي هتحط لنا عسكري اللي يقرب من السكر ولا الشاي هيضربه بالنار. انا بقى مش عارفه ليه حاسه انها هتكهرب لنا البيت كله بحيث ان اي حد فينا معدي يلمس اي حيطه يتكهرب ويموت على طول. طب عارفين بقى لو عايزين نخلص منها وناخد الشقه منها نعمل ايه؟ نخليها تغدينا. ده انت قلبك طلع اسود قوي، ده الوليه ممكن تطب ساكته فيها دي والله، ولا تنشل ونلبس احنا ونقعد نشيل من الحوض. قلبي عندكم يا بنات. تسلمنا. تسلمنا يا عمتي. الله يسلمك يا عمتي. انا عارفه اللي بيخرج من بيته ما بيبقاش مستريح. ايوه فعلا، بس هنعمل ايه؟ قدر ربنا. بصوا بقى، كلكم كده هتناموا في اوضه واحده عشان الاوضه الثانيه مش متوضبه. لا ما تقلقيش يا عمتي، احنا هنوضبها. انا ليا نظام في بيتي، بصحى الفجر. احنا قبل الفجر. بحب البيت نضيف، ما بحبش الوساخه، لازم يبرق كده زي الالماس، غسيل ومسح وتنفيذ كل يوم. هو انت في حد في الحاره بيتكلم غير عن زهزاتك وروقانك ونظافتك يا عسل انت؟ بقول لكم يا بنات، انتوا مش جعانين ولا أوي. ايه؟ قوي قوي جعانين، انا جوع قوي. انا شم ريحه اكل. يلا بنات يلا اكلونا بقى. يلا بينا. يلا عليكم بيها. انا بس عارفه قدهم زي هو ده. اسحبي الكرسي يلا. ايوه تقعدي كده هانم. ايوه انت بقى يا عمتي تقعدي وتتهني واحنا نعمل الاكل. ما حدش يخش المطبخ. هعمل لك حته فته. ما حصلتش، ده احنا طباخين ما حصلناش. هعمل لك يا اولاد فراخ مشويه تجنن. وسلطه. ويا سلام بقى رغيفين حواوشي. ايه وانا الحلو عليا بقى هخش اعمل لكم الرز بلبن. يلا يا بنات. الله يلا يا مروه يلا. اخرب بيتك يا سيده. اخرب بيتك. انت السبب، انت اللي عايز تورثني وتموتني ناقصه عمر. لا انا لسه قاعده كتير بعينك. ايه بقى هتحيل عليك عشان تيجي عندي؟ انا اصلا ما كنتش نازله خالص. تعرفي ان احنا دلوقتي قاعدين عند الست القرشانه اللي اسمها سيده؟ عرفت. يا ترى قاعدكم فين؟ في المطبخ؟ والله انا لو في عيالها كنت اتجننتها، بس سايباها تاكل عيش وخلاص. قولي لي ايه اللي حصل هناك؟ ما تفكرنيش في النبي حنان بالكلام ده. ايه ده؟ وجيه؟ مين وجيه ده؟ الو؟ انا والله ما مصدقه نفسي. لا لا خالص، انا فاضيه تحت امرك، امرني. طبعا حاضر. حالا. انا لازم انزل. لا افهم بقى. عايزه تفهمي ايه بعدين؟ استني بعدين ايه؟ انا اصلا عايزاك في حاجه مهمه. عايزه يقول يا ستي؟ لؤي. ليه؟ عشان عارفه لؤي بقى يشتغل ايه في الشركه. وحياتك وانا كمان. قولي يا حنان عايزه ايه؟ لؤي قال لي ترجعي الشركه، وطبعا مدحت هو اللي قايل. خلاص يا ستي قولوا له ان انت كلمتيني انا ما ردتش عليكي. لا طبعا مش هيصدقني وهيقول لي ما رحتلاش البيت ليه. حنان قولوا له ان انا جايه. خلاص انا عايزه اعرف انت رايحه فين ومين وجيه ده. يا حبيبتي قلت لك بعدين. هو انت زنانه كده ليه يا حنان؟ سلام. الو لؤي. جايه، بس في واحد اتصل بيها اسمه وجيه. بالحب بالحب سعادتك. وجيه؟ ها
كنت عارف انه مش هيسيبها، لكن علي النعمه لو وافقته لكون قتلته. يا باشا وجيه 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 ايه؟ وبعدين في واحده تقدر تقول لمدحت باشا لا؟ قالت يا بني ادم قالت. حركه حركه. وبعدين هي قالت لمين؟ قالت لحنان. ليه؟ عشان عارفه ومتاكده ان حنان هتيجي تبلغ سعادتك، عايزاك تتضايق. تفتكر؟ شور يا باشا، يا باشا كله بالحب. وجيه وجيه انسى.